الرئيس السيسي يستعرض خطط تطوير القاهرة التاريخية ويؤكد أن هدفها الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية للمدينة وتيسير حياة المواطنين. مدبولي يؤكد أن الدولة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، ومصر هي الأعلى من دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح. مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، والبرلمان العربي يستنكر أكاذيب إسرائيل بشأن موقف مصر من معبر رفح. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة بشأن تطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة لمدينة القاهرة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين. هذا وتناول الاجتماع أيضا جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق، بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 1 لعام 2024 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير الموافقين 25 من يناير الجاري. هذا وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتصحيح أو تحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذات أولوية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات. وخلال مؤتمر صحفي بعد تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، أشار مدبولي إلى حرص الدولة على تطبيق أحدث نظم الري الحديث في استخدام المياه بخلاف النظم التقليدية. أهم شيء هنا، ويمكن اللي احنا كنت حريص جدا ان احنا نشوفه، ان ازاي تطبيق احدث نظم الري الحديثة العلمية اللي هي بتقلل استهلاك المية بصورة كبيرة جدا. السؤال اللي كنت بسأله له، انت المية بتاخد قد ايه مية للفدان في اليوم؟ قال لي ما بين 15 ل 18. فبالتالي دول لما بنضربهم على مدار السنة يبقى الفدان بيستهلك حوالي 6000 متر مكعب في السنة. ده طبعا النظم التقليدية بتاعتنا اللي في الأراضي القديمة بنلاقي ممكن بنصل إلى 10000 وممكن 11000 متر مكعب في السنة، يعني ضعف كمية المية. ف
فهو ده النقطة الجوهرية في اللي احنا شفناه النهاردة، ازاي من خلال هذا الموضوع النظم الري الحديثة ازاي بنزود انتاجية الفدان بتاعنا. وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إن في الفترة الحالية تغير كل شيء بنظام التتبع والتكويد، فالحكومة تكون على دراية بكل شحنة خارجة من أي مكان. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح. والحمد لله مصر، يعني إحنا يعني النهاردة بقت مصر من أعلى دول العالم، يعني إذا ما كناش بقينا رقم واحد في الموالح لكن بقينا فعلا من أعلى دول العالم في تصدير الموالح، إنتاج وتصدير الموالح. وهنا مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم على أسس علمية عالية جدا في تكويد المنتج، عشان أبقى ضامن إن لو في أي لحظة إحنا كان بيحصل عندنا مشكلة، هقولها لحضراتكم من فترة، إن لما كان بيبقى أي شحنة تصديرية بيحصل فيها مشكلة ممكن الدولة اللي استقبلت هذه الشحنة تروح موقفة استيراد من مصر بالكامل. النهاردة لا، من خلال هذا النظام، نظام التتبع والتكويد، أنا ببقى عارف كل شحنة خارجة منين، وبالتالي لو حصلت مشكلة أقدر يعني أقدر أخد الإجراء ضد المكان اللي خرج هذه الشحنة، وما وقفش تصدير كل المنتج أو المحصول من مصر. أشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لمضاعفة القدرات الإنتاجية للصادرات المصرية، وأضاف مدبولي أن القطاع الخاص يوفر العديد من فرص العمل. التشجيع الكامل للقطاع الخاص أنه ينطلق في عملية التصدير والإنتاجية، أي مشاكل أو عوائق بتواجهه بنحاول نحلها له على الأرض وإحنا موجودين معاه، علشان هدفنا مضاعفة صادراتنا وقدراتنا الإنتاجية. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين يعني حواليا الكاميرات، لو تجيب شباب مصر يفرح بيشتغل معانا، موجودين هنا في المصانع دي وبيشتغلوا من كل حتة في مصر. يعني كنت بسألهم انتوا جايين منين، اللي جاي من كفر الزيات واللي ساكن هنا في النبارية، وبالتالي فرص عمل كبيرة جدا بيتاحها القطاع الخاص لمصر، والأهم كل ده إنتاج وتصدير و إن شاء الله تنمية لمصر في خلال الفترة الجاية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كذلك أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من الموالح، بما يسهم في زيادة نمو الصادرات وفتح أسواق جديدة. وخلال تفقدي لمحطة شركة جامكو لتعبئة البرتقال واليوسفي بالنبرية ضمن جولته بمشروعات الإنتاج الزراعي بالبحيرة، أعرب مدبولي عن سعادته بما شهده وملامسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مزرعة شركة عنبر للصناعات الغذائية بالنبرية خلال جولته بمشروعات الإنتاج الزراعي بالبحيرة. وخلال جولته بالمزارع تفقد رئيس الوزراء جانبا من الزراعات في مرحلة الجمع وبعض مراحل الإنتاج وتقنيات رفع المياه والري، حيث أشاد بجودة الإنتاج وتنوعه والذي يدعم احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة كبيرة منه للتصدير. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث تركز الدولة على استخدام أحدث أساليب الري وتشجيع زراعة أصناف عالية الإنتاجية من الخضر والفاكهة لزيادة الصادرات الزراعية. أوضح مجلس الوزراء أن مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة في منطقة النبارية تعد أكثر من 1,000,000 فدان، وهي مزروعة بأجود محاصيل الخضر والفاكهة. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مركز التلقيح الاصطناعي المطور بالعامرية، وأكد مدبولي أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذا المجال.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين في ظل مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل على عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة. انعقدت جلسة محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على قطاع غزة. وأكدت جنوب إفريقيا في جلسة الاستماع لدعواها ضد إسرائيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم وانتهاكات متعددة بحق الفلسطينيين، فيما فشلت إسرائيل في إثبات أي من مزاعمها. على مدار يومين تابع العالم بالكثير من الاهتمام وقوف إسرائيل في موضع الاتهام أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين خلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة. في اليوم الأول من محاكمة إسرائيل وقفت جنوب أفريقيا وممثلوها أمام المحكمة لاستعراض ما ترتكبه سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات متعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والبالغ عددهم نحو 2,300,000 مواطن. وفي دعواها التي عززت حالة النفور الشعبي على مستوى العالم من إسرائيل، أكد ممثلو جنوب أفريقيا أن ما يحدث في غزة الآن يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية وأنه جزء من القمع الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدار عقود طويلة لتدمير حياتهم وسبل عيشهم، وطالبوا بوقف فوري للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال في القطاع. اليوم الثاني من المحاكمة ورغم تخصيصه للاستماع لممثلي الدفاع الإسرائيليين إلا أنهم فشلوا في تقديم أي دليل يثبت حجتهم الواهية ومزاعم حقهم في الدفاع عن النفس بحسب فريق دفاع جنوب أفريقيا. وفي السياق يرى خبراء أن الدعوى القضائية بغض النظر عن حكمها الأخير لن تكون أبدا في صالح إسرائيل من النواحي السياسية والقانونية والصورة العامة التي حاولت إسرائيل أن تبنيها خلال 70 عاما. وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن سمعة إسرائيل تضررت بشكل أكثر وضوحا من ذي قبل. المحاكمة التي عمقت من عزلة إسرائيل وأزادت من تشويه صورتها أمام العالم تسببت أيضا بضرر مماثل للدول الداعمة لها والحليفة علها تكون أكثر حرصا في المستقبل بشأن دعم إسرائيل المطلق عسكريا وسياسيا خشية الوقوف في قفص الاتهام أمام ممثلي الادعاء في لاهاي كما إسرائيل. استنكر رئيس البرلمان العربي عادل العصومي ادعاءات إسرائيل الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح. وأكد رئيس البرلمان العربي أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة. وأكد العصومي أن موقف مصر منذ بداية العدوان الغاشم لا يحتاج إلى شهادة من أحد، مشددا على أن مصر سخرت كافة أجهزتها لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن جهودها الحثيثة على المستوى السياسي لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان، مضيفا أن القصف الذي قامت به قوات الاحتلال في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحا للجميع، كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يحتاج إلى دليل، مثمنا مواقف مصر قيادة وشعبا وأنها دائما في طليعة المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية على كافة المستويات. إنها مصر، حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم، لا سيما القضية الفلسطينية وهي إسرائيل دولة الاحتلال التي فشلت دائما وأبدا في إخفاء وجهها القبيح والتستر تحت ادعاءات حب السلام، وعندما انكشف سترها وتنصل منها الحلفاء بمقصلة شعوبهم باتت الأكاذيب هي سلاحها الأخير في معركة الحفاظ على ماء وجهها الملطخ بدماء الفلسطينيين. فبين
بينما تواصل مصر مساعيها لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لمن تبقى من سكانها على قيد الحياة، لم يجد فريق دفاع دولة الاحتلال مفراً أمام محكمة العدل الدولية غير الادعاء كذباً بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وكيف هي مصر وقد كانت على مدار الساعة تبذل كل الجهود لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، وكانت أول دولة تصل شاحناتها إلى القلب الفلسطيني، بل واشترطت عدم دخول الأجانب الذين تم إجلاؤهم من غزة قبل أن يسمح الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كيف هي مصر وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون مراراً وتكراراً وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود في تصريحات صريحة وواضحة حول نيتهم المبيتة لحصار المدنيين العزل. بل كيف هي مصر وقد دأبت جميع المنظمات الدولية والإقليمية على مناشدة الجانب الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى حد عجزت البشرية عن استيعابه، بل واتهمت هذه المنظمات الاحتلال الإسرائيلي صراحة بمسؤوليته المباشرة عن ذلك الوضع بعرقلته لكل جهود الإغاثة في القطاع، وكان آخرهم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ولم اللجوء لشهادة المنظمة الدولية إذا كانت حليفتها الأولى واشنطن ذاتها أكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، وهو ما ظهر جليا من خلال مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدولة الاحتلال أكثر من مرة بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات. وإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي يجهل الحدود الجغرافية التي تحكمها سلطات الاحتلال، فمن مؤكد أنه معروف للجميع بأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع. الأدلة كثيرة وشهادة أهلهم أولى بتبديد أكاذيبهم، وتبقى مصر فوق مستوى الشبهات. فإن كان فريق الدفاع الإسرائيلي لا يعلم من هي مصر، فالجميع يعرفها بموقف ثابت وراسخ لا يتغير بتغير الزمان ولا الأوضاع، ولا يحكمه سوى عقيدة الإيمان بالقضية الفلسطينية حتى يعود الحق لأصحابه. أكدت الأمم المتحدة ضرورة الرفض القاطع لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة. وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، انتقد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن جرافيس انتقد التصعيد في غزة، معتبرا أن ما يتكشف هو حرب تدار بدون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين، مشيرا إلى النزوح القسري لمليون و900 مدني، وهو ما يعادل 85% من إجمالي السكان الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارا وتكرارا مع استمرار القصف. كما حذر المنسق الأممي من ازدحام الملاجئ في القطاع ونفاد الماء والغذاء وتزايد خطر المجاعة يوما تلو الآخر. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور صلاح الدين أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الخيارات تشمل نقل قوات إلى محور فيلادلفيا. وعقب إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابه، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين احتجاجا على سياسة الحكومة. وأغلق المتظاهرون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بالعمل على إنجاز صفقة للإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.
נוגעים לכל חלקי החברה הישראלית, נוגעים בנימי הנפש של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו כאן כדי להיאבק למענם, כדי לזעוק איתם וגם כדי להתפלל לשלומם. וזה מה שנעשה עכשיו בכוונה מלאה, מכל הנשמה, כולנו יחד. בואו נישא תפילה לשלום החטופים. אני מתכבד להזמין את כבוד הרב מאיר לאו, ששימש כרב הראשי. جدد عضو الكنيسة الإسرائيلية عن حزب الليكود نسيم فاتوري تمسكه بموقفه الداعي إلى إحراق غزة، والذي تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية كأحد المشرعين داعين لارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. وسبق أن قدمت دولة جنوب إفريقيا تصريح عضو الكنيسة الإسرائيلية فاتوري الذي يدعو فيه إلى إحراق غزة كدليل على الدعوة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف للطيران للاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزويدة، كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وكذلك في وسط القطاع انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 23,843 شهيداً و60,317 جريحاً منذ 7 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما تقوم قوات الاحتلال بقصف مستمر للمنازل والأحياء والبنى التحتية. تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة. هذا وقد أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف 10 آليات للاحتلال وطائرة مروحية وقنص جنود واستهداف آخرين في محاور التوغل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في غزة. وكشف موقع ولا الإخباري الإسرائيلي عن إصابة 4,000 جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30,000. أكد تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المستوطنين الإسرائيليين يستغلون ظروف العدوان على قطاع غزة لإشعال الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي أن المستوطنين الإسرائيليين أصبحوا أكثر تنظيما وخطورة بعد أن قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة. تظاهر الآلاف من المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن في إطار يوم التحرك العالمي لمعارضة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وشارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة التي جاءت في سياق تظاهرات كبرى غالبا ما تشهدها لندن أيام السبت منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تصعيداته
ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وصدرت الدعوة للمشاركة في يوم التحرك العالمي الذي شهد تنظيم التظاهرات في 30 دولة عن ائتلاف منظمات بريطانية يضم حملات التضامن أو حملة من التضامن مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وكذلك تحالف أوقفوا الحرب وحملة نزع السلاح النووي وأصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا. تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان. وشنت الطائرات الحربية غارات على بلدات يارين وطير حرفة والظهيرة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات ميس الجبل والناقورة وحولها. استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وفد الهلال الأحمر الليبي بمدينة العريش. من جهته أكد رئيس القافلة الليبية الدكتور محمد الحداد أن الهلال الأحمر الليبي قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية. أضاف الحداد أن ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر، و45 طن من المساعدات على متن طائرتين وصلتا إلى مطار العريش الدولي. استقبل مطار العريش الدولي طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأوضح مصدر مسؤول أن مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طنا من المساعدات المتنوعة، وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري. وأشار المصدر إلى إتمام عملية تفريغ حمولة الطائرة ونقلها لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. هذا وقد استقبل معبر رفح اليوم 30 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية و20 مرفقا. وقال مصدر مسؤول إنه تم أيضا استقبال 110 من أصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية عبر ميناء رفح البري. نشرة التاسعة تتواصل معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار. ضربة جديدة تستهدف موقعا في الحديدية بغرب اليمن ردا على صاروخ أطلقته قوات الحوثي باتجاه البحر الأحمر. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين بقوات الحوثي أن موقعا عسكريا في مدينة الحديدية غربي اليمن طالته ظهر اليوم ضربة صاروخية دون أين أن توضع أو توضح الجهة التي شنت هذه الضربة. وأوضحت الوكالة أن مصدرا عسكريا لقوات الحوثي كشف عن أن الموقع المستهدف هو نفس الموقع الذي انطلق منه في وقت سابق صاروخ باتجاه البحر الأحمر. هذا ولم يصدر حتى ساعة أي تعليق عن القوات الأمريكية أو البريطانية. وتأتي الضربة بعد ساعات قليلة من شن القوات الأمريكية لغارة على قاعدة في مدينة صنعاء
استهدف موقعا للرادار. وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد شنت فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية عديدة تابعة لقوات الحوثي ردا على هجمات على السفن في البحر الأحمر. كان المتحدث باسم قوات الحوثية في اليمن قد تعهد برد حاسم وقوي بعد استهداف القوات الأمريكية لقاعدة عسكرية في صنعاء فجر اليوم. وأوضح المتحدث باسم قوات الحوثية أن الضربة الأمريكية فجر اليوم لم يكن لها تأثير يذكر في سياق الحد من القدرات اليمنية للاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من مرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة قوات الحوثي وتهديدها للسفن التجارية في البحر الأحمر، مبدي اعتقاده بأن الضربات التي تم شنها باليمن لم توقع ضحايا مدنية. أكد بايدن أن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات. حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جرادنبرغ جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وحذر المبعوث الأممي من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة، كما أعرب في بيان عن قلقه البالغ من الوضع غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. تشهد أوروبا انقساما بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن، حيث أعلنت عدد من الدول تأييدها للهجمات في حين أعلن أخرى عن عدم المشاركة. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد سيبحث الأسبوع المقبل إمكانية إرسال قوات للمساعدة في حماية الملاحة بالبحر الأحمر. الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن تحدث انقساما أوروبيا، ففي الوقت الذي أيدت فيه عدد من الدول الأوروبية الهجمات الجوية طالب آخرون بضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة. إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أعلنوا عدم المشاركة في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي، بل ورفضوا التوقيع حتى على بيان يسوغ الهجوم أصدرته 10 دول، فيما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد سيبحث الأسبوع المقبل إمكانية إرسال قوة للمساعدة في حماية الملاحة بالبحر الأحمر. اختلاف في المواقف سلط الضوء على الانقسامات في الغرب بشأن كيفية التعامل مع قوات الحوثي التي تستهدف سفنا تجارية عند باب المندب مرتبطة بإسرائيل. فالدول الداعمة للهجمات الغربية ترى أنها ضرورية لإنقاذ أمن الملاحة في البحر الأحمر، محذرين من اتخاذ إجراءات أخرى لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية إذا لم تتراجع قوات الحوثي، بينما ترى الدول الرافضة للتحركات الغربية أن التهدئة وعدم التصعيد هو الخيار الأمثل في هذا الموقف. وبينما يتفق القادة أبت الشعوب أن تجلس في مقعد المتفرج لتقول كلمتها في تحركات عسكرية يرون أنهم يدفعون ضريبتها من دخولهم. ففي نيويورك وواشنطن تجمع عشرات من النشطاء المناهضين للعدوان على غزة بالأساس احتجاجا على الضربات الأمريكية البريطانية، محذرين من أن تلك الخطوة تهدد باتساع رقعة الحرب في المنطقة بأسرها. أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات أنها اضطرت إلى وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة جانت البلجيكية لعدة أيام، وذلك بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد جراء هجمات الحوثيين على سفن الحاويات في البحر الأحمر. وقالت متحدثة باسم الشركة إن المصنع في المدينة سيتوقف عن العمل لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بسبب التأخير في تسليم صناديق التروس نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
واقع مخيف يزداد تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط التي صارت على وشك الاشتعال ليشتعل العالم بأسره معها، ليس فقط على المستوى العسكري وإنما على المستوى الاقتصادي. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأمن هو صمام سلاسل الإمداد العالمية، فإذا بدونه تعصف بالعالم أزمة اقتصادية تطال الجميع، ولا سيما أن العالم لم يتعافى بعد من كورونا والأزمة الأوكرانية. بداية حذرة لعام 2024 بعد أن تسلمت دفة القيادة من العام الماضي بقرار معظم شركات الملاحة الكبرى تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر لتجنب هجمات قوات الحوثي. وبعد اتساع الصراع بالهجمات الغربية على قوات الحوثي، باتت المخاوف أقرب للتوقعات منها للتحذيرات بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأخر وصول الحاويات، مما سيسفر بطبيعة الحال عن ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلكين بسبب زيادة تكلفة الشحن بعد اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأكثر طولا والأطول أمدا. سيناريوهات قاتمة تحيط بالاقتصاد العالمي المنهك بالأساس، تحتاج لتحرك عاجل ووقفة عالمية ضد العدوان على غزة وما أعقبه من تحركات، وقفة قد تنقذ الغرب ذاته قبل إنقاذ بقية الشعوب. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تدعم استقلال تايوان، وذلك بعد أن رفض الناخبون التايوانيون تحذيرات الصين بعدم التصويت للحزب الحاكم ومنحوه فترة رئاسية ثالثة. هذا وقد أظهرت النتائج الرسمية وشبه النهائية للانتخابات الرئاسية في تايوان فوز لاي تشينغ تي، التي تصفه الصين بأنه أخطر شخص بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان. وتعهد الفائز بانتخابات تايوان الرئاسية للدفاع عن الجزيرة الممتنعة أو المتمتعة بحكم ذاتي بمواجهة تهديدات الصين والممتنعة عن الانضمام إليها، والتي تصر على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها. وحصل نائب رئيسة البلاد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي على 40.2% من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع. وحصل خصمه الرئيسي هو يو أي الذي يدعو إلى التقارب مع بكين على 33.4% من الأصوات، حيث أو حسب الأرقام التي أعلنت من اللجنة الانتخابية المركزية، وقد اعترف بهزيمته أمام أنصاره. ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي روسي مكثف. وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ روسية في 5 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو أطلقت بعضا من صواريخها الفرط صوتي. أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود لمهمات قتالية وأخرى في بحر أزوف من دون نشر أي ناقلات للصواريخ بينها. وذكر بيان صحفي صدر عن القوات البحرية أن الجيش الأوكراني لاحظ وجود سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة صواريخ من طراز كاليبر تحمل 8 صواريخ على متنها. كان الجيش الأوكراني قد أعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 369,000 و160 جنديا منذ بدء العمليات العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي، بعد مقتل 700 جندي بالأمس.
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل، وذلك لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له من الخارج منذ توليه منصبه. وأكد أنه سيكون هناك عدة زيارات لمعرفة ما تحتاجه أوكرانيا، وتأتي هذه الزيارة إلى أوكرانيا استمرارا لأجندة أوروبا القوية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي في مايو الماضي في إطار منتدى جلوبسك بالعاصمة السلوفاكية براتسلاف، حيث ركز على الوحدة ودعم أوكرانيا والسيادة الأوروبية. Enfin, cela ne vous surprendra pas, y compris mes anciens collègues au Parlement. أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في السودان مانديب أوبريان أن استمرار النزاع في البلاد سيؤدي إلى كارثة، بالأخص من خلال الضحايا الذين وصلوا إلى 24 مليون طفل سوداني. وأضافت خلال تصريحات صحفية أن النزاع في السودان يعرض مستقبل البلاد لخطر حقيقي، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها. من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا من الاشتباكات في ولاية الجزيرة بوسط البلاد. تلقت حكومة السودان دعوة من الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا الإيجاد لحضور قمة كامبالا في 18 من يناير الجاري لمناقشة مشكلة الصومال والأحداث في السودان. وأكدت الحكومة السودانية في بيانها أن الإيجاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، وذلك أو لذلك ترى أنه ليس من الضروري عقد قمة جديدة قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، مشيرة إلى أن ما يدور في السودان هو شأن داخلي يمكن حله بواسطة السودانيين. شهدت محافظة دمياط إطلاق قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية ركبية التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. ركبية تبع المركز كفر البطيخ ومن القرى اللي فيها تعداد سكاني كبير، وبتبقى مهتمة بوجود القوافل، وبيبقى فيها إقبال كبير من المرضى على القوافل لأنهم عارفين مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القافلة. كمان الركبية من ضمن القرى اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية لأنها تعدادها السكاني كبير، وتعد من القرى البعيدة والمحرومة عن الخدمات الصحية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل بعيد عن المستشفيات المركزية أكثر من 15 كيلو. دي حاجة جميلة جدا، معظم البلد هنا كلهم ناس أساسا ناس طيبين جدا وناس على قد حالهم وناس بتجري على هذا البتاع، فدي نفعت هذا البلد ونفعت هذا المكان، والله يبارك لكل اللي عمل هذا المنظمه. المبادره كويسه والدكاتره كويسين، وكشفوا علينا بطنا وكشفوا علينا عظام وكتبوا لنا العلاج، والدكاتره كويسين ومجاوبين مع البلد يعني وبيجوا على طول هنا. احنا كشفنا النهارده نسا وعظام، والناس بتتعامل معانا بكل احترام وذوق وادب، وما شاء الله كله بالمجان وحاجه مفيده جدا للبلد. اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاج الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعلى مدار يومين تضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لنحو 309 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ومنها إجراء نحو 42 فحصا معمليا. النهاردة القافلة الطبية بتخدم أهالينا في أم الحويطات بأكثر من 5 عيادات ومعمل متكامل وصيدلية فيها أكثر من 103 صنف، بتشمل كافة التخصصات الطبية المتوفرة في القافلة مع أشعة
من لخدمه العظام مع كافة التخصصات الطبية المتوفرة. احنا نشكر حياة كريمة ونشكر كل من ساهم في هذا لعلاج المواطنين من كل الأمراض. نشكر القافلة ونشكر الدعم لمصر والقافلة دي، وأنا جاي أكشف باطني مجانا على حساب الدولة. القافلة النهارده عندنا ما شاء الله صلاة النبي، يعني الدكاترة وكل التخصصات، وكشفتنا باطنا ومسالك، ونشكر الناس بصراحة الدكاترة والخدمات والعلاج المتوفر معهم. سمعنا عن مبادرة حياة كريمة، بصراحة جيت أكشف، كنت جاي أكشف بطنة، الدكتورة مشكور شخصتني كويس وروحي طلبت مني تحاليل، رحت عملتها في المعمل، كانوا بيعملوني معاملة كويسة والحمد لله، وخدت العلاج وأحسن رعاية وأحسن اهتمام بصراحة. وبصراحة يعني المبادرة كويسة، خدمتنا كتير، بحيث إن احنا بعاد عن المنطقة اللي فيها الخدمات المتاحة بتاعتنا. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. ليلى عمر معها أخبار الاقتصاد، إليك ليلى. شكرا لكم هبة حسين وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التاسعة. بحثت الحكومة مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا أولويات التعاون المستقبلي ودور هذه المؤسسات في دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كانت مصر قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، حيث كشف أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ عام 2020 وحتى الآن، والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار. بحثت الحكومة آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ورمي إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة. جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثا للشراكة. انطلقت فعالية معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مساحة 3000 متر خلال الفترة من 13 حتى 15 من يناير الجاري. المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة، ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها. كما يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لقوات الحوثي في اليمن، لكن الأسعار سجلت خسائر أسبوعية بسبب تخفيضات الإنتاج. ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 78 دولار و29 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسطى 0.9% إلى 72 دولار فاصل 68 سنت، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى $2.67 للتر. هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.97% لتسجل $3.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن مجموعة أوبك بلس تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية. وأضاف الوزير أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي
تجريها أوبيك بلس منذ نوفمبر الماضي أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط. في بريطانيا أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الاقتصاد البريطاني في نوفمبر بقوة، رغم أنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 3% في نوفمبر بعد انخفاض 3% في الشهر السابق. وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات كثيرة في عام 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر، ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما. سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد على مدى 110 سنوات، وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في عام 2023 حسب تقديرات أولية لحسابات العام الماضي لهذه المؤسسة. وترتبط هذه الخسارة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وهبة لاستكمال النشرة إليكم من جديد. شكرا ليلى. ارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها غينيا الجديدة إلى 22 شخصا، وذلك بعد العثور على جثث لستة أشخاص في العاصمة. وذكرت السلطات أنها تحاول استعادة النظام والقانون والخدمات الأساسية في أعقاب عمل الشغب، معلنة سريان حالة الطوارئ في بورت مورسباي لمدة 14 يوما. والآن مع أخبار المنافسات الرياضية. عودة مرة ثانية إليك ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الرياضة في هذه النشرة. يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق في أولى منافسات المجموعة الثانية من المسابقة المقامة في كوت ديفوار. وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي. هذا وتنطلق بعد قليل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، ويلتقي المنتخب الإيفواري في المباراة الافتتاحية مع نظيره منتخب غينيا بيساو على ملعب الحسن وتارا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره الهندي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في قطر. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها تعادل المنتخب الصيني مع نظيره منتخب طاجيكستان بدون أهداف. فاز مانشستر سيتي على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.
في الدوري الإنجليزي حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه فولهام بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 21. سجل كول بالمر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتقدم تشيلسي إلى المركز الثامن مؤقتا برصيد 31 نقطة، بينما بقي رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز 13. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لأميرة وهبة لاستكمال النشرة إليكم. أشكرك ليلى. تستضيف غدا دار الأوبرا المصرية وقاعة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشهد المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح الدورة 55 وعدد الدول المشاركة وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام. ومن المقرر أن ينعقد المعرض في الفترة من 25 من يناير الجاري إلى 6 فبراير القادم تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون هو شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة ليلى عمر في وقفة أخيرة لكم. شكرا لكم مجددا هبة حسين وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 11، الإسكندرية 17-10، مطروح 16-9، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 19-11. ننتقل إلى السويس 19-11، العريش 19-10، طابة 18-12، شرم الشيخ 23-14، والغردقة 23-14. أما الأقصر 22-9، أسوان 22-9 أيضا، الوادي الجديد 21-5، شلاتين 26-17، وأخيرا حلايب 24-18. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز اللقطات لهذا اليوم.
ختام النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يستعرض خطط تطوير القاهرة التاريخية ويؤكد أن هدفها الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية للمدينة وتيسير حياة المواطنين. مدبولي يؤكد أن الدولة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، ومصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح. مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، والبرلمان العربي يستنكر أكاذيب إسرائيل بشأن موقف مصر من معبر رفح. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومعي يوسف الحسيني. زكى أميرة، زكى هبة، عاملين إيه؟ كله تمام؟ تابعتوا المحاكمة بتاعت لاهاي وتابعتوا الكذب اللي هو المطلق للكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية؟ تخيل إنه ولاد الإيه؟ قال لك مصر هي اللي بتعطل المساعدات. ما هي المغالطات الإسرائيلية مستمرة على مدار التاريخ يعني. حاجة كارثية الحقيقة. من أمن العقاب أساء الأدب. هو اللي بيعاقب مصاحبهم، فهنعمل إيه طيب؟ الأمر لله، على كل ولنا في ذلك جوالات زي ما بيتقال، ربنا يسهلها. أشكرك جدا يا أميرة، وشكرا جدا ليك يا هبة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.